ما عم بعرف شو بدي اعمل، اتركه ولا اعطيه فرصة تانية؟ اذا عم تقولي لي انه الشاب ظريف وحلاوة وشخصية وفوق هذا العلاج كلياته هو عاجبك، هذا اهم شيء انه هو عاجبك، فليش لحتى تتركيه؟ يعني ما بعرف، اكيد في سبب تاني. طيب سموحة صارحيني لأقدر ساعدك. انت ما عم تفهمي علي، كل مشكلة مو فيه هو، المشكلة بخطيبته داريم. خاطب؟ سميحة انت مجنونة شي؟ كيف تتعرفي على واحد خاطب؟ يعني انا عم بقول لحالي انه انت كبرتي وعقلتي وحطيتي عقلك براسك وقررتي تلاقي الانسان اللي تحبيه وترتبطي فيه، قوم تتعرفي لي على واحد خاطب؟ لك وعم تسأليني؟ هذا لازم تتركيه فورا، تتركيه، عم تفهمي؟ لك شو صار لك؟ طولي بالك. عصام عزابي بس كان خاطب وصار له 6 شهور تارك هو خطيبته. الحق عليكي سموحة، انت اللي قلتي لي خطيبته. تاني مرة حبيبتي بتقولي خطيبته السابقة، مو بتقولي خطيبته بتسكتي. ما هي هون المشكلة، ما بحسها سابقة، بدي اقول له بسبب وبدون سبب. لهالدرجة؟ واكثر، تصوري صار عازمني مرتين على الغدا، وبالمرتين بدي اقول له كل دقيقة وبحسها كأنها قاعدة معنا. ايه، وهو شو كان موقفه؟ بيقول لي مجرد اصدقاء، وبتعرفي بعد خطبة 4 سنين، يعني خطي، صعب عليها تتجاوز القصة بسهولة، فلازم اتحملها مشان تنسى. والله برافو عليه، بتعرفي عجبني هذا الشاب. حقلك شغلي بصراحة، طول ما الشاب إله خير معه معناتها أكيد 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 حيكون إله خير فيكي بالمستقبل. يعني هذا الشاب ما بينخاف منه، فاسمعي مني سموحة، تمسكي فيه بإيديكي ورجليكي وما تتركيه أبدا، ومعلش تحمليها لهي، تحمليها، عم تفهميني؟ هذا هو اللي عم بدق؟ لا هذا أدريس ثقيل.